Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour votre accueil et votre hospitalité, mon égard, celui de mon épouse et de toute la délégation qui m'accompagne. J'avais reçu à Paris le président Sisi à l'automne 2017 et nous étions convenus de nous revoir au Caire. Et entre ces deux rencontres, nous avons multiplié les échanges téléphoniques afin d'évoquer beaucoup de situations, et j'y reviendrai, de la région, comme la relation bilatérale. Et ce déplacement en Égypte est pour moi très important. Il est l'occasion, en effet, de renforcer le lien avec un partenaire essentiel pour toute la région, un partenaire avec lequel nous avons une histoire forte, une estime réciproque, avec lequel nous souhaitons faire davantage. Avec le président Sisi, nous venons d'avoir de longs échanges et des discussions approfondies, tout à la fois sur les crises régionales et la situation bilatérale. Et je crois pouvoir dire que sur nombre de ces sujets, nous avons des convergences de vues. Sur les sujets régionaux, nous travaillons depuis plusieurs mois ensemble sur la situation en Libye, qui est un enjeu de stabilité majeur pour nos deux pays. Le dialogue étroit et confiant que nous entretenons depuis plusieurs mois sur cette crise nous a permis de converger, surtout d'agir de concert sur le terrain. Et je crois pouvoir dire que nous avons deux objectifs. Le premier, c'est la lutte contre le terrorisme et le soutien à tous les acteurs libyens qui luttent efficacement contre le terrorisme dans leur pays. Et le second, c'est la réconciliation nationale qui seule permettra d'assurer la stabilité nécessaire. À cet égard, nous étions concertés avant que la France ne prenne plusieurs initiatives. تشاورنا مع مصر قبل أن تطلق فرنسا بعض المبادرات منها مؤتمر سانكرو في يوليو 2017 وتبادلنا الآراء عندما جمعت فرنسا مختلف الأطراف والفعاليات الليبية في ربيع 2018 في باريس. وأعتقد أنه يمكنني أن أقول أننا بفضل عملنا سمحنا بتعزيز بداية مصالحة في ليبيا وسوف نسهر على أن تسمح الأسابيع والشهور المقبلة بالتقدم في هذا الاتجاه. بطبيعة الحال عملنا يتم بتعاون وثيق مع السيد غسان سلامي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة. نحن نعمل كذلك بشكل وثيق لننسق أعمالنا في شأن الأزمة السورية. فرنسا ومصر الاثنان عضو في مجموعة السمول جروب، المجموعة المصغرة التي تجمع 7 دول تهدف إلى إيجاد حل سياسي مستدام. وفي هذا الموضوع أيضا هناك التقاء قوي في وجهات النظر. وطبعا في سوريا الهدف ليس فقط مكافحة الإرهاب الإسلامي ولكن أن نتأكد أيضا أن حلا سياسيا شاملا سوف يتم تحقيقه على مجمل الأراضي السورية وفق القرار 2254 لمجلس الأمن والتي نريد تنفيذها مع شركائنا. العمل سوف يستمر والشكل الذي قررناه للعمل قد بين على قوته والمحادثات ستستمر في الأسابيع المقبلة مع الأمم المتحدة ومع الدول الكبرى في المنطقة لتحقيق التقدم الدستوري أو المؤسساتي والسياسي المطلوب لضمان استقرار سوريا. واتفقنا أنه في الظروف الحالية وفي وقت لم يعطي فيه النظام السوري أي إشارة على استعداده لمحادثات سياسية يكون من غير المسؤول أن نفتح آفاق التطبيع أو اعتبار الوضع في سوريا على أنه وضع عادي. وهذا هو الموقف الذي تم تبنيه في الأمم المتحدة التي نصت على عملية انتقال سياسية ومؤسساتية. فكرنا كذلك معا بإعادة إطلاق عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. الطريق المسدود الحالي هو قنبلة موقوتة للمنطقة ولنا. وأود أن أحيي التزام سيادة الرئيس السيسي في الحوار والسياسة التي نريد تنفيذها. ونحن الاثنان مقتنعان وسوف تتسنى لنا الفرصة بالعمل معا على بلورة مبادرات في الشهور المقبلة. نحن مقتنعين بأن الحل الذي ندافع عنه منذ عدة عقود ممكن فقط إذا عادت المحادثات في الميدان. وأود أن أحيي التزامكم في عملية المصالحة الفلسطينية. ولقد تناولنا أيضا أفريقيا، وسوف يكون هذا من المواضيع الهامة في الأجندة السياسية المشتركة لنا في الشهور المقبلة، خاصة وأن سيادة الرئيس السيسي يستعد لتبوء رئاسة الاتحاد الأفريقي بعد بضعة أيام. إن بلدينا لهما توجه إفريقي، وسوف نعمل معا في مواضيع عمليات الإفريقية لحفظ السلام. وذكرت الرئيس كم أن العام الماضي عملت فرنسا كثيرا في العام الماضي مع الاتحاد الأفريقي وإلى جانب الاتحاد الأفريقي لحل عدد من أزمات القارة الإفريقية. إضافة إلى كل هذه المواضيع، العلاقة الثنائية هي التي كانت الإطار الهيكلي لمبادلاتنا. العلاقة الثنائية وإحدى أولوياتها اليوم مكافحة الإرهاب، وإرادة ضمان الأمن والاستقرار، وخاصة في مصر. مصر وفرنسا هناك ضجة في السماعات. فرنسا ومصر تأثرت في السنوات الأخيرة بالإرهاب. سمعت أنكم لم تسمعوا شيئا، ولهذا توقفت عن الكلام. شيء ما يحصل. اوكي كده كويس. سامعين؟ ممتاز. إذن إضافة إلى المواضيع الإقليمية، كانت لنا مبادلات ثنائية، وقبل كل شيء مكافحة الإرهاب والأمن. ولقد واجه البلدان الإرهاب وآفة الإرهاب الإسلامي. وقلت بكل وضوح للرئيس السيسي أن بالنسبة لفرنسا إن استقرار وأمن مصر هي لها أهمية استراتيجية بالنسبة لنا، وقررنا أن نعزز تعاوننا في هذا المجال الرئيسي. هذا أساس الشراكة الاستراتيجية وأساس ما نقوم به معا. ومصر هي حقا قوة إقليمية، استقرارها أساسي بالنسبة لنا، أساسي لمصر طبعا و100 مليون مصري، وأساسي للمنطقة ولنا نحن أيضا. إن معركتكم في هذا المجال سيادة الرئيس كما تعرفون هامة جدا بنظرنا. وكذلك عبرت لسيادة الرئيس السيسي عن قناعتنا بأن الاستقرار والسلام تترافق مع احترام الكل وكرامة الكل ودولة القانون، والسعي إلى الاستقرار والأمن الذي في إطار شراكتنا التي تكلمنا عنها في أكتوبر 2017 معا لا يمكن أن يفصل عن مسألة حقوق الإنسان. على العكس، إن مجتمع مدني نشط ويشمل الكل هو أفضل سد منيع في وجه التطرف ومن أجل استقرار البلاد. وذكرت سيادة الرئيس السيسي بالثقة والصداقة التي تميز علاقاتنا بأهمية ما يمكن أن يفعله مثلا فيما يتعلق بعمل المنظمات غير الحكومية في مصر وإضفاء سلاسة أو مرونة على القانون لإعادة توازن أكبر للقانون المتعلق بالمنظمات غير الحكومية أو بحالات فردية أو بتحرير بعض مواقع الإنترنت. ولقد سلمت سيادة الرئيس بعض أسماء تبدو لنا هامة. وإضافة إلى ذلك نود أن يكون لنا حوار حول هذه المواضيع، وأطلعت سيادة الرئيس أني سألتقي بممثلين عن المجتمع المدني غدا. بالنسبة لي هذا التبادل يندرج في إطار شراكة تهدف إلى تنمية واستقرار ونجاح مصر. سيادة الرئيس السيسي أطلعني أيضا على إصلاحاته الطموحة الاقتصادية والتي يتم تنفيذها بكل شجاعة، وحيا الجميع أولى نتائجها. مصر تعود إلى مرحلة النمو الاقتصادي، وكررت للرئيس إرادة فرنسا في مواكبة نجاح هذه الإصلاحات، ومن أجل دعمها أن نعزز أو أن نجند التمويل، وخاصة في السنوات الأربعة المقبلة مليار يورو من التمويلات الإضافية، وخاصة عن طريق الوكالة الفرنسية للتنمية. والاتفاقات التي وقعنا عليها بيّنت تنوع هذا الدعم وأهميته. وأود كذلك أن تساهم الشركات الفرنسية وفي تنمية الاقتصادية لمصر. وفي مصر 100 مليون نسمة، ويزيد عدد سكان البلد ب 2.5 مليون سنويا، وبالتالي هناك تحديات هائلة في مجال التعليم والعمل والصحة، وكل هذا يتطلب شراكات صناعية. ورسالتي للشركات واضحة وبسيطة: مصر تتحول، مصر تحدث نفسها، مصر تتطور، وشركاتنا يجب أن تستغل الفرص العديدة في كل هذه المجالات. وإضافة إلى الاتفاقات التي وقعنا عليها سيكون هناك اتفاقات هامة بين هيئة أنفاق القطارات أنفاق القاهرة والشركة الفرنسية RATP، تكلمنا عنها ووضحنا كذلك حالات تتعلق بشركات فرنسية. وشكرا لسيادة الرئيس على عمله، وأردنا أيضا أن نذهب أبعد من ذلك في هذه الشراكة. أولا لقد غيرنا جدول الأعمال الرسمي، وسوف نذهب معا لنرى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي سوف تكون فرصة لشراكة حقيقية في الاقتصاد والتنمية والبنى التحتية والاستفادة من المواهب والمعرفة الفرنسية في المدن الذكية وتطوير تعاوننا الثقافي والتربوي. وكذلك سوف نوسع التعاون الصناعي في مجال صناعة السيارات لإطلاق مشروع لصناعة السيارات الكهربائية، والرئيس السيسي يريد أن يلتزم بقوة في هذا الموضوع، وفرنسا تريد إلى جانبه أن تشارك في هذا المشروع الصناعي الطموح. وفي الأسابيع المقبلة سوف نعمل على بلورة هذا المشروع ولإنتاج السيارات في مصر. ثالثا في مجال البنى التحتية الإقليمية، الطرق والسكة الحديدية، نود أن نعمل معا لمواكبة مصر في إرادتها الوطنية والإقليمية في تنفيذ مشاريع طموحة في مجال البنى التحتية. إضافة إلى كل هذه الجوانب في مجال الصحة، الثقافة، التربية، تكلمنا كثيرا عن التنمية والتعاون والمشاريع التي نريد تنفيذها. وقعنا على شراكة هامة في المجال الأكاديمي، خاصة لتدريب وتكوين الكوادر للأمة المصرية. عندنا جامعة مشتركة، نريد أن نطور هذه الشراكة التعليمية والتربوية لإعطاء قوة ووقع أكبر لهذه الجامعة الفرنسية المصرية وزيادة طلابها. ولهذا السبب الجامعة الفرنسية المصرية سوف تزدهر وتتطور كثيرا في السنوات المقبلة، وأيضا في العاصمة الجديدة. ولهذا السبب نحن نريد أن نلتزم أكثر بتعليم اللغة الفرنسية الفرنسية في مصر عن طريق المدارس الفرنسية. أشكر الرئيس كذلك على التزامه لتعليم الفرنسية في المدارس المصرية إن كان كلغة ثانية أو في الصفوف التي تدرس بلغتين. هذه الشراكة التربوية أيضا تؤدي إلى زيادة عدد المنح لتسهيل انتقال الطلاب بين البلدين. هذه الشراكة التعليمية والجامعية التي ستتطور تواكبها إرادة في العمل أكثر في مجال الثقافة. عندنا تاريخ مشترك ثقافي. كنت مع معالي وزير الآثار في أبو سمبل، وهذا الموقع رمز قوي جدا للعمل المشترك بين البلدين والخبراء من البلدين. نريد أن نواصل هذا العمل عن طريق تعزيز الوجود الفرنسي في مجال الآثار وعلم الآثار، وأيضا عن طريق التعاون العلمي والمتحفي بين البلدين والتبادل في مجال علم الآثار والفنون الإسلامية. ونحن نظمنا نفسنا للمشاركة في المشروعين المتحفيين الكبريين في مصر، وكذلك نريد تطوير الشراكة في مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة. كل هذه المشاريع تبين كم أن التنمية والاستقرار والنجاح لمصر تهمنا، وهي تهمنا نظرا لتاريخنا ولكل ما يربطنا، هي تهمنا نظرا لقوة مصر الديمغرافية ودورها العسكري في المنطقة، وهذا يهمنا نظرا لموقع مصر في المنطقة في الاتحاد الإفريقي بعد بضعة أسابيع ودورها في مواضيع الشرق الأوسط والأدنى. شكرا مرة أخرى سيادة الرئيس على استقبالكم لنا وعلى هذا العمل الذي قررنا القيام به معا.